الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أخوات والإخوة، أولا سعداء نلتقي اليوم في هذا التجمع ولله الحمد الذي يجمع ما بين السياسي والنقابي، وهذا لأول مرة منذ حوالي سنة من بعد انتخاب القيادة الجديدة يوم 23 سبتمبر 2012. إذا الإخوة اللقاء كانت خصنا نعقدوه قبل هذا الوقت، ولكن نظرا للعمل اللي كان والجولات اللي كانت في مختلف الأقاليم والمناطق، ونظرا لإكراه الوقت لأنه سنة وحنا تنستعد اليوم للاحتفال بمناسبة مرور سنة وتكون الذكرى الأولى، تنهيئوا واحد الحصيلة على مستوى قيادة ديال السنة الأولى اللي غادي نقدموها من طبيعة الحال أولا للاستقلالية والاستقلاليين، وثانيا للرأي العام باش يطلع عليها. وهذا كان في البرنامج ديالنا لما وعدنا الإخوة أعضاء المجلس الوطني والاستقلاليين باش كل سنة تكون هناك تقديم الحصيلة أولا لمناقشتها والاطلاع كل استقلاليين على التطورات اللي تعرفها الحزب، لان كان من الاولويات ديالنا هو ترتيب البيت الداخلي. اذا هذا اللقاء جاء نتيجه ما حدث يوم امس، زياده في الاسعار، وهذه الزياده هي الزياده الثانيه في عهد هذه الحكومه في المحروقات، مع العلم ان كل المواد الاساسيه اللي هو كل اسبوع هناك زيادات او هناك نقص فيما يخص هذه المواد، وخصوصا المواد الأساسية. إذن هذه حكومة اللي منذ تعيينها اليوم والهاجس ديالها هو الزيادة الأسعار والزيادة الضرائب، وخصوصا موظفين الطبقة الوسطى. إذن احنا بالنسبة لنا هذا اللقاء هو لقاء تنظيمي محض لمواجهة هذه الحرب التي شنتها الحكومة على الشعب المغربي. إذن هذا اللقاء كذلك تتوخوا منه باش يكون واحد الانسجام تام حاصل في كل الأقاليم وفي كل الجهات وفي كل المؤسسات ما بين الاتحاد العام الشغالين وما بين المفتشين اللي هما لسان وهما الصوت المعبر ديال قيادة الحزب في هذه الأقاليم، واش كنا دائما صرهنا عليه ودائما كنا تنقولوا للإخوان المفتشين باش يكونوا واحد الوسيلة ديال لم الشمل في الأقاليم ديالهم، لأن وحدتنا فيها قوتنا، وأي خلل أو أي اختلال أو أي خلاف كما كان نوعه داخل أي إقليم إلا وتنأديو ضاربته جميعا في مختلف الأقاليم المغربية. أولا ما عندناش علاش نختلفوا، لأننا عندنا برنامج واحد، عندنا هدف واحد هو الدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي وتحقيق مطالب. الحركة النقابية هي حركة اجتماعية محضة، وحزب الاستقلال منذ تأسيسه هو معتمد على الحركة النقابية، والحركة النقابية شاركت في الحركة الوطنية منذ بدايتها، والحركة النقابية قادرة على التغيير. إذا احنا بالنسبة لنا داخل الحزب تنعتبر أن الحركة النقابية اللي هي قادرة إلى جمعت الشمل ديالها، قادرة على التغيير وقادرة على قلب الموازين. هذا اللقاء كذلك هو جاء بعد اللقاء ديال اللجنة التنفيذية، لأول حزب صدر بلاغ رسمي مباشرة يعني دقائق من بعد ما كانت زيادة في أسعار المحروقات، لأننا تنعرفوا نتائجها، نتائجها تكون وخيمة على الشعب المغربي ككل. رغم أن الحكومة اليوم عبر التلفازة الرسمية قائمة بواحد الحملة إعلامية وإشهارية أنه هذه الزيادة ما غتأثرش على جيوب المواطنين، وهذه الزيادة فيها خير للبلاد والعباد، وهذه الزيادة راه داخلة في واحد المخطط ديال إنقاذ الميزانية العامة وما إلى ذلك. إذا داخلة في واحد العملية إشهارية اللي مع كامل الأسف ضد إرادة الشعب المغربي. إذا الحزب كان هو السباق عبر أولا الصوت والصورة وعبر البلاغ اللي صدر في كل المواقع الإلكترونية. إذا ليلة 16-17 هذا مهم جدا، لأن الحزب اليوم تفتخر على أنه انضم إلى الأغلبية الشعبية وخرج من واحد الأقلية حكومية. إذا كل ما قلناه
كل ما بلغناه للرأي العام حصل. يعني احنا الخلاف الأساسي اللي وقع داخل الحكومة هو من أجل الزيادة في الأسعار، واعتبرناها خط أحمر. ذا كان آخر لقاء داخل التحالف الحكومي لما كانوا قرروا بعد في يونيو وتبدأ الزيادة في المحروقات، واللي غتكون كانت زيادة مهولة. إذا حزب الاستقلال آنذاك من داخل التحالف الحكومي، وهذه القوة ديال حزب الاستقلال، وكان في الحكومة أو كان في المعارضة دائما الوطنية حاضرة، ودائما هاجس حماية القوة الشرائية للمواطنين حاضرة، ودائما إلى جانب الشعب كيفما كان موقعه. هنا تبين على أن حزب الاستقلال ما عندوش غرض بالمناصب أو بالكراسي، وكانت واحد الإشاعة مطلقة أنه القيادة الجديدة بغيت موقع داخل الحكومة، بغيت تغير اسم باسم. احنا واجهناها في حينها، ولكن لما قرر المجلس الوطني الانسحاب من الحكومة القيادة تعاملت بحكمة بالتبصر، واحترمت الرأي ديال المجلس الوطني اللي هو برلمان الحزب، دبرت الأمور بواحد الروح وطنية عالية، وكان تشاور مع حوالي 300 ألف مواطن عبر تراب المملكة، عبر الجولة اللي قمنا بها من الشمال للجنوب للشرق للغرب، بقابت بعض المناطق اللي غادي إن شاء الله في الشهر المقبل غادي نتموا هذه الجولة اللي تشمل كل مناطق المملكة، باش نشرحوا أولا للشعب المغربي مواقفنا من كل القضايا الأساسية اللي تتهم الوطن. إذا نحن بالنسبة لنا يوم عن يوم الرأي العام ووسائل الإعلام تتعطي الحق لحزب الاستقلال. علاش؟ لأن كنا موضوعيين في التحليل ديالنا، والمذكرة اللي رفعتها اللجنة المركزية للتحالف الحكومي لو تم استغلالها من طرف رئاسة الحكومة ما كناش نوصلوا لهذه الزيادة. لأن المغرب اليوم باش يكون واحد التوازن فيما يخص الميزانية العامة ديال الدولة تخصو يقوم بتنمية المداخل لحوالي 45% من المداخل ديالنا ما تنحصلوهاش، لأن ما كاينش واحد المخطط، ما كايناش واحد الإرادة سياسية حقيقية لتحسين المداخل. لو كان المداخل تحسنات ما يكونش تأثير قوي ديال الدعم للمواد الأساسية على الميزانية العامة. إذا هذا علاش تزادت هذه الزيادة باش يديروا واحد التوازن. حنا بالنسبة لنا التوازن ماشي هو توازن أرقام ولي أرقام جامدة فحسب، بل هو مخطط. وهذا اللي طلبناه في المذكرة ديالنا، أنه إعادة النظر في البرنامج اللي تم الاتفاق عليه، رغم أن الحكومة ما طبقتش البرنامج الحكومي اللي هو واحد تعاقد ما بين الأحزاب الأربعة. لأن رئيس الحكومة خان العهد بكل معنى الكلمة، وتصرف كشخص كفكر أحادي، وما طبقش البرنامج الحكومي اللي اتفقنا معه عليه. إذن هذا كان الآن باش نأكدوا أن كل المشاكل اللي تتعيشها بلادنا، إما في تراجع المجال الحقوقي، في المجال الاجتماعي، انعدام الحوار الاجتماعي ما بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل، غلق الحوار في وجه المعطلين وخصوصا الأطر العليا المعطلة أصحاب محضر 20 يوليو 2011، فتح له ولا غلق الحوار في وجه الاتحاد العام لمقاولة المغرب، وخلق جمعية أخرى اللي تابعة لحزب العدالة والتنمية هي اللي تقوم اليوم مقام الاتحاد العام لمقاولة المغرب. إذن كل هذه المسائل، إغراق الإدارة المغربية بموظفين لا علاقة لهم لا بالكفاءة ولا بالمقدرة، ولكن الأساس في العملية ديال التوظيفات المباشرة المحسوبية والزبونية والحزبية الضيقة. ولكن رئيس الحكومة لما تيجي للبرلمان ويخاطب الشعب تيقول لهم حنا يالله جوج أو ثلاثة، عندنا لائحة رسمية غير عيالاتهم والأقارب ديالهم حوالي 18، يعني هذو العائلة، مرت فلان، خو فلان، خت فلان، هذه العائلة بلا المنتمين إلا حزب. معنى هذا أنه الناس عندها واحد المخطط مع كامل الأسف دخلوا فيه، اللي هو مخطط دولي يعني عالمي، اللي اليوم ماشي عبد الإله بن كيرة اللي تيسير الحكومة. وهذا علاش احنا في حزب الاستقلال ما مطمئنينش للحكومة في نسختها الثانية ما دام سيظل على رأسها عبد الإله بن كيران، اللي هو رهينة ديال الرئيس ديالو ديال الحركة الدعوية،
واللي رئيسه هو راهينا ديال المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر. إذن كاين واحد العلاقة وطيدة، كاين مخطط دولي، وهاد الناس لا يعترفون بالوطن ولا بالوطنية، لأن عندهم واحد مخطط دولي سيدوب فيه الوطن، وهذا خطير جدا، مما جعل أن هاد الناس لا يؤمنون بالوطن ولا يؤمنون بالشعب المغربي، ورهنوا مصيرهم بمصير مرسي في مصر والغنوشي في تونس، والأسماء اللي هي صاعدة ومتطرفة في ليبيا، وأردوغان في تركيا اللي جابوه هنا كزعيم محرر وداروا معه لقاء لأن على مستوى الحكومي، وكان لقاء ما بين حزبين، ولكن المصارف من جيوب المغاربة ومن دافعي الضرائب. إذن كاين واحد المخطط اللي تنشعروا به دولي، واللي تقوموا به مع كامل الأسف من داخل الحكومة، لأن وزير الخارجية تبعتوا شنو المشكل اللي كان دار هذا الحزب مع موريتانيا، وهذه جارتنا والشقيقة ديال المغرب، والموريتانيين والمغاربة هما إخوة، خلقوا لنا مشاكل خطيرة، خلقوا لنا الآن مع دول الخليج وخصوصا الآن ما حصل في الكويت، وإذا اللقاءات مع متطرفين اللي هما ضد الأنظمة القائمة، ولهذا المشكل الذي حدث في مالي والتموقوع ديال الحركة الدعوية إلى جانب تنظيم القاعدة، إذا كل هذه المسائل تهدد أمن واستقرار الوطن. إذا الخلاف هذا اللي بغينا نوصلوا له، هذا هو الواقع اللي كان ما بيننا وما بين رئيس الحكومة، وخلاف في الجوهر، ماشي خلاف حول المناصب، في الجوهر، في تدبير الشأن العام، في التبعية للدول الأجنبية والخوانجية. واش قلنا في المذكرة الأولى ديالنا ديال 3 يناير 2013 قلنا لا نقبلوا مصرانة المغرب، وأنا ذاك كاين عدة ملاحظات المصرانة بعد ما السيسي والشعب المصري ثار ضد حكومة مرسي، حكومة الخوانجية، كانت المظاهرة اللي شهدتها العاصمة الرباط وبعض المناطق المغربية، واللي قادتها زوجة رئيس الحكومة، تصوروا رئيس الحكومة الزوجة ديالو اللي حرامه هي اللي تتقود معركة، وداخل مسيرة الراية ديال تنظيم القاعدة. لأن هذا واحد تحول في تدبير الشأن العام في المغرب اللي عمره ما كان، رئيس حكومة الابن ديالو تيخرج في مظاهرة وتيقودها، والحرام ديالو تتخرج مظاهرة ضد الوطن وضد الشعب المغربي، كأن المغاربة عندهم مشكل واحد في حياتهم اليومية، هو المشكل المصري، هو مرسي، هو رابعة العدوية والشعار الرابعة العدوية في كل الملتقيات ديالو. وهنا باش كان واحد تصريح ديالي شخصية اللي تنقول هذا الحزب مادام أنه حزب دعوي، والقانون الأحزاب واضح في هذا الشأن، يمكنش يكون حزب مبني على أساس ديني أو عرقي، مادام أن الحركة لإصلاح التوحيد عبر رئيسها اليوم تقول أنه الحزب العدالة والتنمية تقوم بالدور الجانب السياسي بالنسبة للحركة الدعوية. الأصل هي الحركة الدعوية، وهذا جزء من الحركة الدعوية، ولهذا احنا لما كنا تناقش رئيس الحكومة كانت تخصنا نناقش الحركة الدعوية مش رئيس الحكومة، لأن رئيس الحكومة لا قرار له ولا رأيها له إلا الشعبوية وإلا اتهام الآخرين. كل ما طلبت مطالبك إلا وأنك تعرقل وتشويش، كل ما قلت أريد الشغل لا بد الجواب هو أنك تشويش، كل ما أتيت برأي سديد لحل إشكال مطروح في البلاد إلا وأنك تشويش. إذن كاين واحد العقلية هي نفس العقلية اللي ديال مرسي، ونفس العقلية ديال باقي التنظيمات التابعة للخوانجية بكل صراحة ومفهومة، وهادشي جا في التصريحات ديالهم وفي عدة مؤتمرات اللي كان لما كان هذا الحزب في المعارضة، هذا الشيء ما كانش. ولكن اليوم الحركة الدعوية هي التي تترأس اللقاءات الشبابية والطلابية، والآن راكم تتعرفوا ما كانوا يدعون وفي الأمس على أن هناك أحزاب العائلية وأحزاب لا شعبية، اليوم تبعتوا الحركة الطلابية ديالهم اللي تزعمها هو صير المرشد ديال الحركة الإصلاح والتوحيد، والنائب ديالو هو الابن ديال باه. إذن ما كاينش ديمقراطية داخلية نهائيا، كاين الفكر ديال الاستحواذ، ولهذا اللي تنفتخروا به، وهذه قوتنا جميعا، وأن حزب الاستقلال حزب ديمقراطي تساوات فيه
المناضلة والمناضل وصبح حزب ديال الشعب. والدليل على أنه منذ سنة لجنة أديبية اشتغلت على ملف واحد، ملف ديال الوزير والصير ديال مؤسس الحزب ومناضل منذ بدايته اليوم، ولكن لما غلط وما استجبش القرارات ديال حزب الاستقلال تم محاكمته بطريقة قانونية محضة وتم الطرد ديالو من حزب الاستقلال. هذا هو حزب الاستقلال، كاينش العائلة والمحسوبية والزبونية والصداقة، كاين العمل. ولهذا حنا بالنسبة لنا هاد اللقاءات مهمة جدا، وبغينا نخرجوا اليوم من هاد اللقاء بتصور واحد، هو حماية الشعب المغربي من جبروت وطغيان رئاسة الحكومة الآن. لأن حنا بالنسبة لنا كحزب المعارضة اليوم إلى جانب الشعب المغربي، حنا ما تنغيروش التوابيت ديالنا، التوابيت هي واحدة لا تتغير. ما تنغيروش برنامجنا، برنامجنا واحد تنطبقوه حنا داخل الحكومة، كما أننا سنعمل على تطبيقه ونحن في المعارضة إلى جانب الشعب المغربي. لأن غياب الأحزاب السياسية عن الدفاع عن الشعب المغربي هو اللي تيعطينا هاد الجمعيات وهاد المجتمع اللي تنسميه المجتمع المدني، اللي بعض منه وأقليته تتستغل هاد الظرف وتيجيو للتلفزيون وسائل الإعلام تيقولوا ما بقاو أحزاب، ما بقاو نقابات، ولهذا خص الجميع يجب أن يرحل وما إلى ذلك. إذا خصنا نتحملوا مسؤوليتنا، ولكن لما تنحلوا تلقاو ما هم الحق هاد الجمعيات، لأن تتكون زيادات كل شيء ساكت، ما كاينش حوار اجتماعي كل شيء ساكت، حركة النقابية مشتتة وداخل كل حركة تشتت، وما كاينش أحزاب قوية ونقابات قوية. باش نكونوا أقوياء، أولا بالأخلاق، التربية الصالحة وبالشفافية في المعاملة ديالنا وبسياسة القرب مع الشعب المغربي، وخصو يكون عندنا سبق المبادرة. اليوم لما سبقنا المبادرة حتى واحد ما يمكن يقول أنه حزب الاستقلال يتخاذل، وحزب الاستقلال تيتمشى بالتيليكوموند، حتى واحد ما عنده الحق يقولها. وهنا تنبينوا على أن حزب الاستقلال عنده استقلالية القرار السياسي. حنا خصنا نكونوا مرآة ديال الأمة، مرآة ديال الشعب المغربي، وحنا اللي خصنا نكونوا سباقين الى المواجهه. ما ندفعوش الناس، لا حنا اللي غادي نكونوا في المواجهه، وهذا هو المخطط ديالنا. وهذا علاش اليوم كاين هذا اللقاء وجاء على عجل. ولهذا بهذه المناسبه نبدا ما نشكر الاخوات والاخوه اللي لبوا الدعوه، رغم ان الوقت كان قصيرا جدا، ولكن الظرف تفرض علينا جميعا اننا نشتغل بالليل والنهار، وان اللقاءات خصها تكون في يومها، لان حنا الليله ديال الزياده ما نعسناش، لا مجال للنوم، لان ما خلوناش هادو نعسوا وما غادي يخليوناش نعسوا، لان هادو لا يهمهم مستقبل الوطن ولا تهمهم الحزبيه الضيقه، تهمهم يطبقوا برنامجهم هما ماشي برنامج التحالف الحكومي. وحتى حزب اللي تيحترم راسه او شخص اللي تيحترم راسه يكون موجود على راحته داخل حكومة عبد الإله بن كيران، لأن عبد الإله بن كيران إما أن تكون المريد وهو الشيخ، وإما ما يمكن لكش تكون معه، لأن ما يقبلش أن شي واحد يكون داخل الحكومة اللي عنده قناعاته الشخصية، ما يقبل إلا الإنسان الذي يهوى الكرسي، وما أكثره في وطننا مع كامل الأسف. ناس جالسة على الكرسي تحرقها وجالسة، ولا يهمها أحزابها ولا يهمها منخرطها ولا يهمها الأصوات التي صوتت عليها مع كامل الأسف. إذن احنا عانينا في انتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، عانينا الويلات، وخصوصا في الدائرة سيدي قاسم، عامل سيدي قاسم راشتو شنو وقع لنا معه، الكوارث الكبرى اللي وقعت لنا معه. لهذا إذا احنا كنا في واحد موجودين في واحد الجو اللي ما يمكنش الإنسان يرتاح له، ما كاينش ديمقراطية، ما كاينش التعامل بالمثل، ما كاينش محاربة الفساد اللي هو النقطة الأولى اللي اتفقنا عليها. أصبحت هذه الحكومة راعية الفساد بحال اللي جا في البلاغ ديال الحزب، حكومة بدون هوية، ما بقاتش عندها هوية، ما يمكن لكش تبقى فيها نهائيا. اليوم عندنا نقطة واحدة،
هي مواجهة هذا المد لا شعبي اللي تسلط على البلاد. حنا الصندوق هو اللي تيحكم فيما بيننا. الصندوق تيطلب العمل في الميدان، وتيطلب التنسيق المحكم، وتيطلب رجال أشداء أكفاء اللي غادي يسهروا بالليل والنهار باش يوصلوا الفكر الاستقلالي لكل بيت من البيوتات المغربية. ولهذا حنا بيننا وبين هاد الناس راه صناديق الاقتراع. غنديروا الاحتجاجات نعم، غنديروا المسيرات نعم، وهذا من حقنا، خصها تكون في كل المدن وفي كل القرى، لأن الجميع سيكتوي بهذه الزيادة. يمكن شي واحد يجي للتلفزيون ويقول لنا النقل ما غيتزادش، كيفاش تزيد عليه في المازوت وما يزيدش النقل؟ وتجي وتقول لنا غادي نعطيو التعويض، كي داير هذا التعويض؟ ولمن هذا التعويض؟ وبأي حساب اللي غادي يكون هذا التعويض؟ ما يمكنش تقول لي واحد جايب الكامي ديالو من أكادير باش يدي الخضرة لوجدة وتقول لي ما غيتزادش في الثمن الخضرة، مستحيل. والزيادة كاينة يومية، ما عمرنا كلينا السردين ب 500 دينار ساكلينها في هذا رمضان. يعني الزيادة في كل المواد ما عمرنا شفناها في حياتنا، حتى شفناها مع هذه الحكومة. يعني لا مراقبة ولا حتى شي حاجة. اليوم تتكون الباكية فيها 250 غرام، غدا تلقاوها 200 غرام بنفس الثمن وفي جميع المواد. قلنا فاتح ماي أن الشعب المغربي خصو يوزن البطاغاز. جاءت الجمعية ديال المستهلكين على المستوى الوطني وقالت راها القاس، ومن بعد ما وزنات البوطة أن الوزن فيه واحد النقص ما بين كيلو ونص حتى لجوج كيلو ونص بعد هذا. ولكن تيجي وزير وتيكذب كما كذبوها الزياده، وحنا ما تكونش زياده، وغيكون ديما نحترموا المواطنين ولفائده المواطنين وتقويه الشرائيه للمواطنين. كنا تنقول هاد الناس غادي ينقصوا من البترول. تصدقات الزياده ها في مختلف وسائل الاعلام عطات واحد المجموعه المضاربين اللي غرقوا السوق بالاطنان ديال الغازوال. اذا واحد صباح في راس ماله إضافة الملايير في 12 ودقيقة، صبح السيد الملايير في رصيده. الشعب المغربي صبح في سياسة ديال التفقير وديال التجويع في 12 ودقيقة. إذا 35 مليون تتجوع، فش واحد مجموعة المضاربين عددهم قليل جدا حسب على رؤوس الأصابع تصبح عندهم الملايير في الأرصدة ديالي. هالشي ما تيجيش بالمجان من طرف هذه الحكومة. تصريح واحد ديال وزير العدالة والتنمية اللي هو السي الخلفي، تصريح ديالو تزاد على المغاربة 20 مليار سنتيم فيما يخص التأمين ديال هذا الغازوال. 220 مليار، يعني 200 مليون ديال الدرهم. تصريح زعما تصريح جا غير هكذاك، زعما هذا الراجل ما عارفش ما وداوه الميريكان وشحال هما يقريو فيه باش يوجدوه ولغتهم وفكرهم. وكيفاش هاد السيد جا دار هاد التصريح؟ تيجي وزير من نفس الحزب تيقول هاد التصريح اشنو ادى لي؟ والوزير مازال وزير ومازال في الحكومه. شي واحد مسكين الا شي نهار شي جاع وما لقى ما ياكل دا شي 50 درهم راه دابا في الحبس تتحكم عليه بثلاث سنين. هذا 20 مليار جالس ما زعما رئيس الحكومة ما حركش ساكن، والفريق الاستقلالي وجه سؤال للبرلمان ولكن لا جواب. يعني اش غادي نقول لكم، هذا الشيء كوارث اللي عمرنا ما عشناها في الدول الديمقراطية واللي تتحترم الشعب والإرادات الشعب. هذا وزير خصو يقدم استقالته ولا يتقال ذاك الدقيقة. 20 مليار هذه على الشعب المغربي، ماشي سهلة باش نجمعوا 20 مليار المغاربة. ولكن هذا لا يحاسب، هذا ما تتشملوش ربط المسؤولية بالمحاسبة. علاش؟ لأنه من الحركة الدعوية. المغاربة كلهم مسلمين، احنا ما ماشي في حاجة لشي واحد اللي غيجي يدخلنا للإسلام. يمكن تجيو تكفروا المغاربة، ولكن هنا تيعطيو صورة ماشي هي الصورة الحقيقية ديال الإسلام اللي هو دين الوسطية ودين الاعتدال ودين العدالة الاجتماعية ودين دين تكافؤ الفرص والدين ديال حماية المواطنين وحقوقهم.
إذن احنا بالنسبة إلينا هذه المسائل كلها اليوم تجعلنا خصنا نكونوا لا كنا تنشتغلوا 50% خصنا نمشيو دابا 100%، وإلا كنا 100% خصنا نشتغلوا 200%، خصنا نضاعفوا المجهود ديالنا. ولهذا حنا هذا المشروع بعد اللي داروا ديال المقايسة خصنا ننتهيو منه ويكون تراجع على هذه الزيادة اللي رقات جيوب المواطن. علاش؟ لأنه رئيس الحكومة لما تيجي للبرلمان تيقول أنا زدت زيادة وكانت خطيرة جوج درهم في درهم، راه لولا حزب استقلال اليوم والموقف ديالنا كانت غتكون جوج درهم في درهم. حنا خففنا الزيادة بعدا، ولكن خصنا نمنعو حذفو هاد الزيادة. هاد الزيادة كانت خصها يواكبها عمل تشغيل، زيادة في الأجور باش تنحميو القدرة الشرائية ديالنا. ولكن الناس هاد الزيادة بدون فتح أي حوار، المنطق ديالهم وأسلوبهم في العمل ما كاينش الحوار، هذا هو مشكلتهم، لا حوار، صم البكم ما كاينش الحوار. قالوا لنا غادي نعوضوا، راه في التلفزيون تسمع هادشي، جا الوزير وقال غادي يعوض النقل الحضاري، لكن كيفاش وعلاش؟ واش سمعتي مع النقل الحضاري والنقل القراوي والشاحنات والحافلات والتاكسي الكبير وثانيا في كيف واش سمعتي مع النقابات وعطيتيهم كيفاش الحساب ديال هذا الشيء؟ تقول لي جوزافي، كيفاش جوزافي؟ تقول لي عندك الانترنت، فين عندك هذا الانترنت؟ الاداره المغربيه، وهذا المطلب الاساسي اللي كان عند الاستقلال في المذكره هو الاداره الالكترونيه، باش الا كان شي دعم واي عمل باش نحصيو النسبه الفقر باش نكون احصاء دقيق خصنا الاداره الالكترونيه، باش نحاربوا الرشوه خصنا الاداره الالكترونيه، باش نحاربوا الفساد خصنا الاداره الالكترونيه، لان تنقطعوا العلاقه ديال الشخص مع الشخص، الانسان مع الانسان، ديال الوسيط ديال السمسار، هذا تنقطعوها عن طريق الاداره الالكترونيه. هذه الحكومه هذه الاداره الالكترونيه ما عندهاش، عندها اداره الكترونيه وحده هي بداك الشبكه اللي دايرين في المركز ديالهم، اللي هما تيديروا لهم النسبه ديال رئيس استطلاع الراي، وهما اللي تيديروا لهم انا السي بن كيران محب من طرف الشعب، وهما هما هذا اللي عندهم هنا وقفه داخلهم. لكن الاداره الالكترونيه الحقيقيه هي اللي كنا اقترحنا. هاد الزياده كانوا قالوا لنا غيزيدوا في المحروقات باش يعطيو واحد الدعم للفقراء، ربطوها بالدعم للفقراء، وقالوا في يونيو غادي يعطيو الدعم للفقراء. اليوم رحنا في نهايه شتنبير، الفقراء ما خداو دعم، بالعكس زادوا فقروا الفقراء، زادوا جوعوا الجائعين. هذا الخطر اللي تنعيشه في عداد الحكومه. الوفيات في المستشفيات تكاثرات، الوفيات في حوادث الشغل تكاثرات، في حوادث السير تكاثرات، لان من بعد الخطاب اللي افتخر به رئيس الحكومه في المجلس الحكومي راكم تبعتوه، هذه واحد شهر ونص تقريبا، وبدا تيخطب والتلفزيون دوز له الخطاب بكامله من ذاك الغد ليه، وعائلات بكاملها تتوفى في حوادث السير. ولهذا سوء التدبير والتراجع لمدونات السير والخلط اللي خلقه وزير النقل الحالي هو اللي خلق المشاكل. كانت احسن وزاره من ناحيه التنظيم منذ 100 سنه، وزاره ديال التجهيز هي وزاره التنظيم، وزاره ديال التنظيم بالاضافه لوزاره الداخليه. اليوم ولات أسوأ مرحله عشناها من الاستقلال اليوم هي في عهد هذا الوزير، أسوأ حكومه عشناها من الاستقلال اليوم هي هذه الحكومه. المستوى ديال الحكومه، المستوى ديال الدوله هبطوها للارض، مستوى رديء. نشوفوا في مواقع الكترونيه كوارث، خصوصا ما حدث في موقع لكم مؤخرا، داك الفيلم ديال الفيديو ديال تنظيم القاعده، سي انوزلا تيروج له هو تيبارطاجيه مع الناس وتيعلق عليه، وفي وسط موقع في وسط البلاد تيطلبوا من الشباب المغربي ينوض يثور ضد بلاده ويدير امامه الجنه. اما هذه غير دار الفناء كما بداو تيحرضوا الشعب، والسي انوزلا تيبارطاجيه الناس.
اليوتيوب زولوا منه، اليوتيوب سحبوا لما شافوا ديال تنظيم القاعده. يوتيوب هذا راه دولي، سي انزلت يوزعوا على المواقع الالكترونيه في الداخل والخارج والعكس، وحياه وتصوروا بالعربيه تيدوز في مواقع اسبانيه، خصوصا مع البايس اللي تعرفوا الموقف ديالها من المغرب ومن المغاربه، والحقد اللي مازال على 8 قرون اللي قضيناها في الاندلس. اذا تصوروا هذا الشيء وكل شيء ساكت وكل شيء كانه الامور عاديه جدا، وصحفي يكتب شي حاجه عاديه على وزير حاكموه وحكموه عليه. هذاك اللي كتب على وزير الصناعه والتجاره انه مشى لواحد الدوله افريقيه، ولكن اللي تيروج للارهاب وخلق الفتنه في البلاد، فلهذا حزب استقلال ما يمكن له الا ينبد هذا الشيء ويستنكره، وما يمكنش يبقى مقبول في هذا العصر نهائيا، لان المغرب نموذج على مستوى العالم العربي والاسلامي فيما يخص تدبير هذه المرحله اللي كانت صعيبه عن طريق الاصلاحات السياسيه عن طريق الديمقراطيه، وهذا الشيء ما غيمكن له ينجح الا عن طريق احزاب قويه، والاحزاب القويه ما يمكن لها تكون قويه الا عن طريق الديمقراطيه الداخليه. لهذا ثم جزء من هذا الاصلاح وجزء كبير اللي تيقوم به الملك والشعب، جزء كبير، لان تاريخ حزب الاستقلال، الاطر اللي متواجده داخل حزب الاستقلال، الكفاءات اللي هي كفاءات الحمد لله تعتز بها وتيعتز بها الشعب المغربي اللي كاينه داخل حزب الاستقلال، واللي دبرت شؤون هذا الوطن لمده سنوات، واللي عشنا داخل المعارضه اكثر ما عشنا داخل الحكومه، واستفاد معنا الشعب المغربي وحنا في المعارضه وحققنا مطالب كثيره ومتنوعه. والخطاب وجود الخطاب الملكيه الاخيره، خطاب داعيه العرش، خطاب داعيه الشباب، انصف الحكومة السابقة والحكومات السابقة، وأنصف تدبير حزب الاستقلال على رأس الحكومة في الولاية ديال 2007-2011. هذا الشرف للاستقلالي والاستقلال، شرف كبير، لأن الحمد لله ما تحقق في عهد الحكومة السابقة لم يتحقق في عهد أي حكومة، وخصهم تراجعوا هذا الشيء. وهذه هي المفخرة ديالنا اليوم، تنعطيو للشعب المغربي المقارنة. ظروفنا كانت صعبة، الأزمة العالمية بدأت 2008، ظروفنا كانت صعبة، كان عشنا الكوارث الطبيعية اللي عمره ما عرفاش المغرب في السنتين، لا في الغرب ولا في سوس ولا الفيضانات والكوارث اللي عشنا، العرقلة آنذاك ديال الحزب اللي كان أغلبي وتعرقل العمل الحكومة وتجاوزناها بالقوة اللازمة واجهناها في حينها آنذاك، والظروف ديال الربيع او الخريف او الشتاء العربي اللي جات وتجاوزناها بحكمه وبتبصر، وكاين نقص تقليص من الضرائب، وكان الحوار الاجتماعي، وكان الموظف على راحته. زياده في الاجور زياده من بعد الحد الادنى للاجور، الحد الادنى سميتو النقص من الضريبه على الدخل، والزياده في الاجور ديال كل الموظفين، والترقيات والحصيص ارتفع وما الى ذلك. اذا هذه مسائل اللي تنعتزوا بها خصكم تفتخروا بها. اذا انتم خصكم تهزوا راسكم عالي وتفتخروا. اما هاد الناس راه غير الضباب، راه ما كاينش، راه هادو من كارتون. شو داك الشيء اللي تيجي شي واحد يقول لك قوي وهذا، راه الكارتون. جا السيد داودي مؤخرا في الملتقى ديال الطلبه، لما تاروا عليهم الطلبه بدا تيقول لهم ايوا مع حنا خصكم تكونوا متاكدين انه الاحزاب تخافكم، الناس تخافكم. تقول له صحيح السيد داود، نخافكم لانكم ضديتوا البطوله العالميه في الزياده في الاسعار، نخافكم لانكم غالقين الحوار الاجتماعي، نخافكم لانكم شنيتوا حرب على الاقتصاد الوطني، نخافكم لانكم تهددون امن واستقرار الوطن. الرجل ما هضرش زعما غير هكذاك عبث، راه عارف سيدي داودي منطقي، انا تنعتبره منطقي، انا تربى في احضان الشيوعيه الى التعادليه الى خوانجيه، يعني عارف تبارك الله عليه شنو الدور اللي تيقوم به اليوم. وتيجيو لذاك الطلبه مساكن وتيديروا لذاك المستوى صغاور،
واش عمركم شفتوا الحوت ب 77 درهم؟ حتى السر دينار ديتيه ب 25 درهم السيد داودي، تيضرب رؤساء الجامعات على الحوت ب 77 درهم. واش هذا هو هذا هو ما يريده الطالب اليوم والاصلاح الجامعي اليوم؟ هذا هو 30 مليار عند السيد داودي ديال البحث العلمي، كان تخصو يكون في المجال الزراعي وفي مجال الطاقة اليوم، لأن اليوم عن طريق اليوم دابا في المدن ديالنا عن طريق خلق معامل في مطارح النفايات ديالنا تنخرجوا الكهرباء. داك 30 مليار كان يسخرها هنا ونخرجوا حتى البيطاغاز، ودرنا دراسة باش البيطاغاز ما تدعمهاش الدولة، 30 درهم باش غطيح. انتما تتبعوا اليوم تشكيل الحكومة، سي عبد الإله بكيران تيقبل رأس مزوار وتيطلق هادوك ديالو السب والقذف والجلد في أمين عام ديال الحزب. يعني هاد النفاق حتى لي والمنافق في الدرك الأسفل من النار، وهادو راه عندهم النار ديال الدنيا والنار ديال الآخرة، الأمور واضحة فيما بين حيت حزب الاستقلال ما يقدش على هاد المعاملة. حنا ما قاديش كقيادة واحد تيشرق وواحد تيغرب، ما يمكنش، ما مقبولاش، غنوليو منافقين مع الشعب. ها هو السي مزوار راجل طيب بخير، تتفاوضوا معاه امين عام دعزب، ها هو نائب الامين العام، معتبرها مع داك الشيء مفسده الكبرى ماشي حتى الصغرى، اعتبرها مفسده كبرى التعامل مع التجمع. تيجي السي افتاتي السي بوانو السب والقذف في مزوار وفي انه تيمثل العهد الفاسد ما الى ذلك، مع العلم ان رموز الفساد هما ميزانيه لحد اليوم مازال ما جابوها، ميزانيه ديال 2014 خصها تكون تناقشات وخصها تكون الامور خبطه الطريقه. داروا اللقاء الاول باش يقدموا، داروا اللقاء الثاني اجلوه، الثالث اجلوه، يعني ناس كما تقولوا بالدارجه ما مسوقينش، لا تهمهم البلاد ولا يهمهم الشعب المغربي مع كامل الاسف. ولهذا عندنا تحديات كبيره تخصنا مرة أخرى، رسالتنا واضحة وأننا نعمل إلى جانب الشعب المغربي، والحمد لله حزب استقلال يسقن سياسة القرب ونضال القرب، خصنا نبقاو مناضلين ديال القرب، وخصنا نبقاو إلى جانب الشعب المغربي، وحنا خصنا نقودوا هذه المرحلة المقبلة من أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب. وغادي نختم المداخلة ديالي بقوله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.